هو احنا ابتدينا هنا في مصر ندخل العلاج الطبيعي من ستينيات القرن الماضي، هو مهنة يعني قديمة وطويلة، بعد انفصلنا عن كلية الطب البشري، ثم في سنة 92 تحولت إلى كلية تابعة إلى جامعة القاهرة، ثم دلوقتي ما شاء الله أصبح عندنا يمكن أكتر من 16 كلية بتخرج أخصائيين وأساتذة علاج طبيعي لجمهورية مصر العربية. العلاج هو، وطبعا أصبح عندنا كمان نقابة منفصلة هي نقابة النقابة العامة للعلاج الطبيعي، يعني احنا مهنة متكاملة الأركان. وبيني وبينك احنا مش في نقاش ان احنا نشرح المهنة دي جديدة ولا قديمة، لانه دي ليها تاريخ. يمكن احنا نلاقي على المعابد الفرعونية تلاقي في اللي كان بيدلك الملك، الصور بتاعة تدليك الملك الفرعوني، بيوت معينة وبطرق معينة. هتلاقي فيما بعد كان في حد مخصوص في القصور في ايام المملكة العثمانية والاتراك، وهو مخصوص عن راحة مفاصل السلطان. أيوة. ودي تطور مهنة العلاج الطبيعي عبر التاريخ لغاية النهاردة. احنا ما وصلنا انه احنا بنستخدم احسن تكنولوجي او افضل اجهزة موجودة، بحيث ان احنا ندي افضل تأثير ممكن للمريض او متلقي الخدمة. ولكن ده لا يلغي ابدا اطلاقا الجزء المانيوال او الجزء بتاع الهاند سكيلز اللي هو بيبقى بالتمرينات العلاجية. و و و و العلاج الطبيعي هو زي ما احنا كنا بنقول كده، دي مهنة تطورت عبر التاريخ. احنا بنستخدم كل ما هو طبيعي. ايه كل ما هو طبيعي؟ بنستخدم الضوء، عندنا نوعين من الضوء، عندنا الضوء المكثف في حزمة معينة اللي هو الليزر، عندنا الضوء الناتج عن الإشعة تحت الحمراء، أو الضوء الناتج عن الإشعة فوق البنفسجية اللي هو ضوء إشعة الشمس. أنت عارف طبعا أن إشعة الشمس في الإشعة فوق البنفسجية، وده بيساهم كويس قوي في تنمية العظام وتكوين فيتامين د وعلاج الأطفال اللي عندهم تقوس في القدمين. كمان إحنا عندنا الجزء اللي بنستخدم فيه الموجات فوق الصوتية وتنبيه الأعصاب باستخدام تيارات معينة او تيارات متداخلة. العلاج المائي، العلاج المائي كمان من الاجزاء المهمة جدا، او العلاج بالحرارة زي شمع البرافين، وان كان اصبح اولد فاشن يعني موضة قديمة شوية ما عدناش بنستخدمه. الموجات الطويلة والموجات القصيرة، ودي انواع معينة من ترددات الموجات بيكون ليها تأثير على الاعصاب، وبيكون ليها تأثير على العضلات في ان هي بتقلل الالتهابات او بتحسن عملية الاداء العام لجسمنا.